بري اليوم يوم الحل خلاص تكنيكة حاج اعطيت لكم الفكرة انه كيف نقدر يعني ايش هي الخطوات. هنا ابغى اوريكم انه كيف قاعد اطبق الخطوات في اختبار واقعي. طبعا انا مسافر فحاب انه بدل ما اوريكم يعني اذا كنت في البيت كنت جبت الكتاب ووريتكم الشرح على ورق, لكن اليوم راح اوريكم على اللابتوب نفس الفكرة نفس الحكاية. واذا عندكم اسئلة جست سوايب اب وارسل لي على طول. ابدا طبعا انا مسافر فمره ما الحين عندنا الساعه 12 في الليل فمره ما كان لي نفس انه اكمل السنابات وارجع الجدول, لكن هذه من احد الحاجات اللي تعلمتها صراحه. يعني انا كنت مستحيل انزل سنابات قد كده مكثفه خصوصا انا مسافر, يعني ولا مره سويتها. هذه اول مره يعني قاعد اشرح هذا الشرح بهذا الاسلوب. فمن احد الحاجات اللي صراحه يعني تعلمتها انه لما تحط هدف وتخليه very specific انه اليوم ابغى هدفي انه اشرح مثلا سنابات عن تكنيك اتحاد, فهددت انه يوم الثلاثاء ابغى اسوي كذا, فخليت اهدافي مرتبطه بيوم بزمن معين. فهذه دائما تساعد الشخص. فحتى انت لما تبدا تذاكر او تبغى يعني هذه من احلى الاشياء اعتقد ان شاء الله تكون حاجه جدا قويه في السنابات في المحتوى بشكل عام, انه انت خلي مذاكرتك مرتبطه بالسنابات. لأنه هذا الأسبوع أسبوع القراءة, فخليك مركز. نقول اليوم حشوف تكنيكات الرحمن, بعدين حأخذ اختبار تجريبي واحد, وبكرة تربط أهدافك ومذاكرتك بسنابات. لأنه فعليا كل أسبوع أنا أجي وركز على جزئية, مثلا أجي وركز على قسم الاستماع, أجي وركز على قسم المحادثة مع الكتابة, وحاجة يحفصل عليها. فأنت شوف السنابات وبناء على السنابات تقول بعد ما عبد الرحمن نزل السنابات وهذاك اليوم حجي أحل 3 اختبارات تجريبية أو أطور حسمع 3 ساعات برامج صوتية, فهتكون حاجة جدا جدا رهيبة إن شاء الله. وفي نفس الوقت تكون ملتزم بالخطة والسكاجول اللي احنا ماشيين عليه. الحين راح نبدأ ناخد تكنيكة حاد على هذا القطع. طبعا الفكرة منها انه هذه القطعة تمام بتكمل صفحة الأولى صفحة الثانية, وبعدها عندنا أسئلة صح وخطأ, فنحل سؤال الأول والثاني والثالث كمان. فنبدأ بأول جزئية اللي هي تكنيكة حاد. أول حاجة حدد العناوين, وطبعا في خطوة أساسية قبل ما تبدأ تعرف اسم الفقرة تقرأ العنوان. فويليام هنري بيركن the man who invented synthetic dyes. طيب أنا وإنت هل إحنا قاعدين نفهم إيش اللي قاعد يصير هنا؟ لا, ولكن نقدر نعرف الشخص اللي اخترع هذا الشيء. فهذا الشيء أنا راح أكرره كثير, إنه مو لازم أفهم المعاني والكلمات, لكن أبغى أعرف إنه قطعة راح تكون عن هذا الأشياء. ممكن توضح لي بعدين من مع السياق. لاحظوا أنا دحين مستواي 8 وما أعرف إيش معنى هذه الكلمة. أكيد أنت ما أنت عارف صح ولا لا؟ But this is natural, this is very very normal. ما هو شيء إنه رح ماني عارف ما راح حل أنا بهذا الصعوبة. هذه نقطة بركز عليها كثير, إنه إحنا نخاف. يعني أنا ما كنت أعرف إنه الناس اللي يجيبوا 8 ما يكونوا عارفين هذه الكلمات, تمام؟ فطبيعي إنه تمشي في أشياء وأنت ما أنت متأكد. هذه أول جزئية, إنه خلي فيك ثقة إنه أنت يمديك أو راح يمديك تطلع المعلومات بدون ما تعرف كل كلمة. فنبدأ بأول جملة, تمام؟ قلنا من كل فقرة هنقرأ الجملة الأولى, هي تكنيكة حاد, إنه حدد العناوين من قراءتك للجملة الأولى في كل فقرة. نبدأ. فهذا الشخص was born on هذا الوقت في لندن, فهذا معناه إنه هذه الفقرة تتكلم عن متى بدأ بدايته حياته, تمام؟ ف when he was born. فبدل ما أكتبه صراحة في الاختبار الفعلي يعني يمدين أكتبه على ورقة أو على ورقة الأسئلة يمدين أكتبها في الهامش يعني, لكن هنا ما بيمديني فنحطها في ذهن إنه هي عبارة عن ميلاده. بعد هني طبعا لاحظوا أنا ما راح أقرأ الاسم بالكامل, لا ما راح أقرأ وركز على التواريخ, راح أقرأ بسرعة عشان أطلع الفكرة, تمام؟ فas a student at the نركز على النقطة اللي بعدها اللي هي as a student at the city of London school, تمام؟ هذا الشخص became immersed in the study of chemistry. فهذا معناه إنه هذه الفقرة تتكلم عن شغفه في الكيمياء. خلصنا, نروح اللي بعدها. At the time of enrollment يعني جيته للجامعة والمدرسة أو هذا الجامعة was headed by the noted German chemist August مدري إيش. قاعدين يقول إن لما دخل كان بيدخل الجامعة هذا الشخص, هذا اللي فهمته ترى ماني عارف headed, ما كنت أعرف إيش معناه. الحين دوبي فهمت إنه كان قصده, احتمال أتوقع إنه قصده إنه هذا كان رئيس الجامعة اللي هو August مدري إيش. فهذا الجامعة كان جامعة خاصة للكيمياء, تمام؟ فهذا معناه إنه هذا الشخص كان شخص مهم اللي احتمال كبير أثر فيه أو شخص مهم. فأكيد هذه الفقرة قاعدة تتكلم وتوصف هذا الشخص. فهذه الفقرة تركيز على الشخص اللي اسمه August. نيجي اللي بعدها, طبعا هذه تكملة أو لهذه الفقرة جديدة. At the time نكمل اللي بعدها, كنا قاعدين نقرأ at the time هذا الشيء was only viable medical treatment for malaria.
فقال له انه علاج الملاريا كان هذا فقط. فهذا معناه انه قاعد يتكلم عن علاج هذا المرض. يعني احد يبغى يعني شخص شكله هذا بيبدا يخترع اشياء جديده، ف او احتمال قاعد يتكلم عن هذا الشيء او هذا المرض، انه يعني كيف كان يتم معالجته. فالمهم خلص الفقره هذه، نروح لبعدها. طبعا قبل ما اكمل، يعني انتوا فاهمين ايش قاعدين نسوي؟ احنا نبغى نفهم القطعه الفقره ايش فيها، كل فقره هذه جزئيه ايش فيها. فاذا جاني سؤال صح وخطا يسالني عن مرض الملاريا، فما راح ادور هنا، ما راح ادور هنا، حدور هنا بس. تمام، هذه فكره الاول خطوه. وطبعا ما تاخذ مني غير 10 ثواني، خصوصا وانا في الاختبار راح اكون مركز انه انجز بسرعه، لانه هذه تحديد العناوين المفروض ما تاخذ منك اكثر من دقيقتين، ماكسيمم دقيقتين. المهم نيجي للفقرة هذه. during his vacation، في إجازته، هذا الشخص جلس في المعمل on the top floor of his family's house. فكان عنده معمل في بيته، فكان بيحاول يخترع حاجة لدواء. يعني إجازته كيف أنجز فيها حاجة، سوي حاجة واحدة في هذا العام. تمام، ممكن يقول نكتب عن هذا العام أو الإجازة. خلاص، هذه الفقرة مكتملة تكمل النهاية. أول لحظة الفقرة خلصت هنا، فهذه الفقرة اللي بعدها. هذا الشيء textile dyes were made from such natural sources as plant and animal excrement. ما أدري إيش هذا الشيء. فهذا معناه إنه قاعد textile أتوقع هي عبارة عن القماش. تمام، فممكن هذه يتكلم عن ألوان القماش كانت تصنع من الأشياء الطبيعية. صراحة ماني فاهم ليش إيش دخل القماش بالأمراض، لكن المهم احتمال كبير إنه قاعد يتكلم عن كيف الأصباغ كانت تصنع. نروح لبعدها. هذا الشخص his purple solution could be used for color fabric making the world's first ash dye. أوه شكله هو صنع حاجة من synthetic اللي ما أدري إيش معناها، لكن شكله صنع نوع جديد من الصبغات في هذا الوقت. حلو. Originally named his dietary in purple. يعني اسم وكيف انتشر هذا المادة اللي صنعها، أو ما أدري إيش الشيء اللي صنعه. With the help of his father and brother, he set up a factory not far from London. فبدايته في البزنس بمعنى آخر، أو في المصنع حقه. فنقدر نقول عن هذا الفقر عبارة عن المصنع. Although Perkins' fame was achieved and his fortune assured by his first discovery. يقول إنه هذه صح إنه كانت بدايات ومدري إيش، لكن هو كمل الريسيرش، فهذا معناه إنه استمر في أشياء ثانية. إيش الأشياء الثانية اللي اكتشفها؟ صح ولا لا؟ فكذا نكون خلاص باختصار خلصنا إنه خلصنا الخطوة الأولى اللي حددنا العناوين. فدحين عندنا فكرة واضحة بدون ما نقرأ وبدون ما نفهم كل الكلام. الثاني اللي هي زي ما قلنا اقرأ السؤال وحلله إلى أجزاء. طبعًا كل واحد يقرأ أسئلة صح ولا لا، لكن حلله إلى أجزاء. هذه نقطة جدًا مهمة في اختبار الآيلتس، إنه أنت ما حتقرأ السؤال وحتفهم لا، لازم تحلل الكلمات الأساسية اللي نسميها الكيوردز. لما أنت تطلع وتبحث عن القطعة يكون سهل إنك تلقط الإجابة. مرة ثانية، الكيوردز ما حتيجي زي ما هي، نسبة 80% الكلمات الأساسية راح تيجي ليها السينونيمز. فلما أنت تركز على الكيوردز والمعاني ليها، هذا معناه هي 80% راح تيجي السينونيمز. جاء إنه قبل أمس يعني صراحة اجتمعت مع بعض المشتركين في الدورة في الرياض، فأحد منهم قال عبد الرحمن دائما الأسئلة تيجي ريفريزد، إنه دائما السؤال ما يجي زي ما هو زيه في القطعة دائما، ومعظم الأحيان يعني سؤال بنفس الكلمات ما حيجي في القطعة، لازم تيجي بصيغة مختلفة بالسينونيمز، وهذا المخلي الاختبار صعب. هذا الشيء اللي احنا قاعدين نخاف منه. فإنك أنت تكون فإنه أنا كنت متوقع أن السؤال زي ما هو حيجي في القطعة، غلط. اللي حيصير أنه في كلمات معينة اللي تدل على هذا السؤال هي اللي راح يتم تغيير تيجي ليها سينونيمز أو أشياء معلومات أو كلمات قريبة منها، فوقتها يمديك تلقط الإجابات. الموضوع شوي نظري، خليني أوريكم الموضوع عمليا ونبدأ نحل هذا السؤال. الحين راح نبدأ نيجي نحل هذا السؤال في الصح والخطأ. طبعا الصح والخطأ مبدأه جدا بسيط، إذا كل معلومة مطابقة للقطعة هي true، إذا في معلومة مخالفة للقطعة false، إذا في معلومة ناقصة ما هي مذكورة وقتها not given. فبعض الناس يلخبطوا صراحة بين هذه الثلاث أنواع، فيعني
بمعنى آخر إذا ما تخلينا نقول إنه كل المعلومات موجودة ما عدا حاجة واحدة، مثلا قال إنه المبيعات الآيفونز في شهر أبريل كانت عالية. إذا كان قال مبيعات الآيفون عالية فهذا معناه not given، لأنه شهر أبريل لازم يكون مذكور في صح وخطأ. حلو، فلازم تتأكد إن كل معلومة موجودة في السؤال مذكورة في القطعة، وإذا في معلومة مخالفة بشكل صريح وقتها false إلا حتكون not given. فالموضوع شوي لخبط لما تبدأ تحقق اختبار تجريب، الموضوع راح يوضح لك بشكل جدا كبير. فمايكل هذا الشخص was the first person to recognize فكنا بنقرأ سؤال was the first person to recognize Perkins' ability as a student of chemistry. فهذا الشخص كان أول شخص يعني يركز على أداؤه أو على قابليته في وعلى مهاراته في الكيمياء. فخلينا نقول هذا الشخص هي عبارة عن كلمة مهمة، هذه يعني نقطة جزئية مهمة. was the first person يعني أول شخص، وهذه طبعا كلمة first كلمة جدا مهمة لأنه هو أول شخص اللي فهم قابليته كطالب للكيمياء، يعني قال إنه هذا الشخص راح يكون مبدع. يعني هذه فين حتكون؟ أكيد حتكون في يعني زي ما قلنا، تذكروا أمس تكنيكة أمس لو قلت الأسئلة راح تكون مترتبة بترتيب القطعة، فالأسئلة الأولى حتكون في بداية القطعة وبعدين الأسئلة راح تنزل. فهذا معناه إنه أتوقع الإجابة راح تكون، طبعا كده نكون خلصنا الخطوة الأولى اللي هي الخطوة الثانية اللي هي اقرأ السؤال وحلل الأجزاء. فالشجاع الأجزاء اللي دحين عندنا اللي هي اسم الشخص، إنه أول شخص قال إنه هذا الشخص راح يكون student أو recognize، كمان كلمة مهمة. فهذه الترتيبة راح يتلخبط، حيغير لك طريقة كتابة الجملة، لكن هذه الأربع كلمات لازم تكون موجودة عشان تعرف الإجابة. فهنا نيجي الخطوة الثالثة اللي هي تدور في المكان الصح. فهل هذا معناه إنه أقرأ القطعة من الكامل؟ لا، ما يحتاج. هذا معناه إنه علي أركز وأروح ودور المكان الصح. فهل يكون الإجابة هنا أو تكون الإجابة هنا؟ أنا صراحة اللي أتوقعه إنه هذه عبارة عن بداياته لما ولد، هذه كانت لما كان طالب في المدرسة، فأكيد يا تكون هنا يا تكون في الجامعة. لكن في الجامعة تعرف ودخل في جامعة الكيمياء، يعني أبغاك تركز معايا، هو دحين دخل جامعة الكيمياء، فهذا معناه أنت عارف الشخص دخل في الكيمياء already، فمعروف الناس عارفين إنه هو أصلا في الكيمياء. لكن هذه بداياته لما ولد، ايش صار، فين لها حرفيا في التخمين، وانك تشغل مخك انك فين ممكن تكون الاجابه وتستخدم المنطق، مو انك يعني تفكر بالعربي، ما يحتاج انك تفكر بالانجليش وكلمات، لا، هي عباره عن لعبه اكثر من انك تعرف كلمات تحفظ الكلمات. فالبدايه لما بدايته ونشاته وفين ترعرع وفين ولد هي الفقره الاولى. الفقرة الثالثة هي الفقرة لما يكون دخل في الجامعة، فهذا معناه احتمال 80% الإجابة تكون في الفقرة الثانية لأنه هو دخل المدرسة، فأكيد في معلم احتمال ركز عليه. خلينا نشوف، فيقول لك فهنا نبدأ ندور على الكلمات اللي قريبة من السؤال. فهذه كلمة مايكل، هذا الشخص موجود الحين، لاحظوا أنا ما قريب من هنا إلى هنا، أنا قاعد أدور على synonyms، على كلمات دلالية. مثل هذا الموضوع اللي هو دور في المكان الصح، ما قلت اقرأ في المكان الصح، الفرق مرة كبير. مثلا خلينا نقول انه اليوم كذا راح المطار وتذكرت انك نسيت جوازك، فرحت، هل حتروح البيت وحتنظف البيت وحترتب البيت وتبحث تروح في الدواليب وترتب اغراضك، ولا حتدور حتروح في اي مكان تقول فين اخر مكان اتوقع الجواز نسيته، وفين كان حطيته في الدولاب الثاني، فتروح تدور في الدولاب الثاني بسرعة، ما تشوف على كل حاجة، لا، تروح على المكان اللي تتوقع فيه الإجابة، وما تخاف إذا نسيت من حاجة. مثلا خلينا نقول إنه عندي دولابين، دولاب الأول دولاب الثاني، فقلت الجواز حيكون في دولاب ثاني، فروح على طول في الدولاب الثاني، دورت على السريع ما لقيت، قلت أكيد في الدولاب الأول، يعني رحت في الدولاب الأول ما لقيت، وقلت هو في الدولاب الثاني، رجعت مرة ثانية دورت فيه. فإنه أنت تروح بشكل شوي عشوائي في البحث الإجابة، this is natural، إنه عادي إنك يفوتك الإجابة وتروح تدور. خلي طريقتك في البحث عن إجابة شوية عشوائية، إنك تدور كلمات على السريع سريع سريع، وما تقرأ، please حاول تركز على السرعة وإنك ما تقرأ الكلام إلا لما تلاقي كلمات أو synonyms قريبة من السؤال. مثلا خليني أقول لكم، مثلا هنا عندنا إيش synonyms؟ synonyms عندنا اسم الشخص، first person recognize انه طالب، انه طالب حيكون طالب مبدع، فهذا اسم الشخص لقيته على طول بدون ما اقرا، تمام؟ فهذا معناه انه حقرا دحين هذه الجمله،
أول ما قريت يعني حرفين أنا ما هذا السؤال أول مرة قاعد أشوفه، هذا القطعة أول مرة قاعد أحلها، يعني ما غشيت ولا قاعد أوريكم عمليا كيف قاعد أحل، فلقيت هالجملة فالحين راح أبدأ أقرأ. إذا حين نقرأ هنلاحظ إنه هذا اسم الشخص موجود هنا في الجملة اللي بدأت هي هنا. His talent and devotion to the subject was perceived by his teacher, Thomas. أوه تمام. فيقولك اهتمامه تم يعني اهتمامه لل في الكيمياء كان بدأ اللي شخص أعتقد perceive معناه الشخص اللي لاحظه هو كان Thomas. اللي أشجعه بلا 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 إنه يحضر دروس أو محاضرات موجودة من من خلال هذا المحاضر، هذا كان شخص شكله شخص مشهور يعني معروف. At the Royal Institution, those speeches fired the young chemist's enthusiasm further. إلى آخره. فأوه تمام، هذا معناه إنه هذا الشخص كان محاضر كبير، لكن الشخص اللي شجعه هو هذا. فهذا معناه he is. فهذا معناه أول حاجة نطابق السؤال بالإجابة، هذه الكلمة موجودة. هذا الكلمة يقول لك لا، هذا ما كان أول شخص، هذا كان ثاني شخص. تمام. نحاول الحين يعني الخطوة الثالثة بعد ما تكون قريت السؤال أو دورت في الإجابة ولقيت المعلومة إنك تطابقها بالسؤال. فهل هذه صحيحة؟ الفكرة المعلومات كلها موجودة ما عدا هذه الجزئية، هي واضحة بشكل صريح مكتوب إنها second ما هو أول شخص، فهذا معنى إجابة فالس. شخص بسيط ما عنده فكرة في اللغة قدر يحل هذا السؤال، وأنتوا معانا يعني مع بعض حلينا سؤال كامل من قطعة معقدة وطويلة، فدورنا الإجابة لقينا كان الصح، عرفنا الكلمات مع انه في كلمات كثير ما احنا عارفين معناها. فديس از هذه طريقه حل قسم القراءه في اختبار آيلتس، وطبعا مختلفه بشكل جدا كبير عن الطريقه التقليديه. السؤال الثاني على السريع وحنوقف كذا، وابغاكم معدها وحقول لكم بعد شويه ايش اللي حيصير. فهذا الشخص اقترح، لاحظوا اقترح للطالب هذا والبركن انه المفروض يروح الجامعه هذه، انه لازم يروح لهذا الجامعة، طبعا الجامعة معروفة ما يحتاج، فرويال كوليدج اوف كيمستري. فخلينا نشوف ايش هل هو اقترح. طبعا فين الاجابة؟ اكيد موجودة هنا، وزي ما قلنا حتطلع فين هي، معلش الفقرة الثانية، اكيد موجودة هنا واكيد بعد الاجابة الاولى. فهو الشخص الاول اللي اكتشف ذكائه. Who encouraged him to attend a series of lectures given by the chemist at the Royal Institution. اللي هي نفس الجامعة Royal Institution or of. لكن لاحظوا إيش اللي قاعد يصير. أول جزئية إنه هو شجع إنه يروح لمحاضرات هذا الشخص، مو للجامعة، للمحاضرات. وكمان اسم الجامعة شوي مختلف Royal Institution. فنلاحظ هل هي Royal Institution؟ لا، هي Royal College of Chemistry، وما قال له ادخل الجامعة. هو دخل صح، هو دخل هذا الجامعة صح، المعلومة صح، لكن مو هذا الشخص اللي شجعه، ما قال له انه ادخل بشكل مباشر. فهذا معناه الإجابة ما هي مذكورة، لأنه هو ما يعني ليش ما هي فالس؟ لأنه ما منعه، يعني ما قال له لا تدخل. إذا كان قال هو قال له انه ما يدخل الجامعة، فهذا معناه فالس. خبطت شوية إنه عبد الرحمن يعني كيف not given. فأول حاجة يعني الحين في أرض الواقع أي معلومة عندنا بعيد عن الآيلتس هي يا صح يا غلط. الآيلتس الغلط يفصله جزئين، إنه يا الغلط يكون لأنه متناقض، يا إنه ما هو مذكور. فلاحظ السؤال اللي موجود عندنا، المعلومة هنا المعلومة كلها موجودة لكن بطريقة مختلفة. يعني هو هذا الشخص شجع إنه يحضر على المحاضرة، لكن إنه يدخل في هذه الجامعة بهذا الأسلوب ما هي مذكورة. مثلا إذا كان مكتوب إنه قال له إنه لا يدخل الجامعة هذه، ما يدخل فيها، هذا وقتها تكون فالس. إذا يعني في القطعة كان مكتوب إنه ما يعني قال له لا يدخل، وهو فعلا قال له يدخل في الجامعة. فnot given هنا تلعب دور كبير، إنه لما تكون ما تكون المعلومة صحيحة هتكون not given أو false، ويعتمد إذا كل معلومة موجودة. إحنا عقلنا ما هو متعود إنه يصنف الخطأ إلى إنه متناقض أو ما هو مذكور. فإذا كانت المعلومة متناقضة false، إذا ما هي مذكورة not given. هذا كان بالنسبة للشرح سنابات اليوم. تابعت السنابات لين هذا الجزئية فمرة ممتاز. الحين عقلكم لسه يعني دوبوا في هذا البروسيس إنه يعرف يحل الأسئلة وبيحاول يحل الأسئلة. فبليز بليز بليز إنه لا تضيع يومك، لا تضيع السنابات إنه شفتها وخلاص ومع السلامة. لا، خذ اختبار تجريبي
وقبل ما تاخذ اختبار تجريبي بيعطي لكم نفس هذه الاسئله، ابغاكم تحلوا وتكملوا حل هذه الاسئله في صح وخطا. فالسنابات الجاي بصور لكم القطعه اللي دوبنا حليناها، وابغاكم تحلوا من السؤال الثالث اللي هو من السؤال الثالث الى السؤال السابع.